واطلع المحافظ خلال زيارة لمركز شرطة الفرسان على موقف حوادث السيارات على طريق تكريت العلم والمسجلة لدى المركز، ووجه بأن تقوم مديرية المرور بإرسال مفارز لتنظيم السير ووضع العلامات التحذيرية، كما تقوم دائرة البلدية بتهيئة ممرات خاصة بالطريق لتقوم الشركة بتنفيذ أعمالها. خابر مدير المرور يجيب مفرزتين ثابتات بالطريق خلال العمل اللي راح يصير شغل، وبلدية تنظم مسارين وتحجز مسارين تعزلهم حتى تشتغل الشركة. هذا اليوم تبلشون بها، توجهوا هسه لجنة تتلغي، تشكل عليها لجنة تحقيقية على كل التفاصيل، ونبلش مباشر نجيب الامر حتى وقع الصبح ويبلشون يكملون شغلهم. وهنا يعني يصير تنسيق، يعني حتى لو من يومكم مفرزه تطلع يعني حتى شويه ينبهون العالم، وهذا يا ريت يصير الشريط في السوري حتى الناس بالليل تشوف. احنا هسه نريدكم تعاونونها ثلاث اشهر، احنا راح نكمله ثلاث اشهر تطلعون مفارز مشتركه الشرطه والهذا ينظمون السير حتى ما يصير مشاكل.